هاي انا عليا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. هنعمل النهارده منيو رمضان مختلف شويه، بيجمع ما بين البروتين النباتي والغير نباتي، ريش ضاني رقاق باللحمه وشوربه عدس. اول حاجه هنعملها الريش الضاني من بوتشرز بلوك. الميزه في التتبيله دي ان طعم الدقه الكلاسيك النوستالجيك اللي احنا متعودين عليه مع بشر ليمون بيعمل بالانس حلو قوي في التتبيله. الرقاق حاجة كلاسيك جدا كلنا متعودين عليها ومش بنختلف عليها وهي على السفرة، وأنا جايبة اللحمة المفرومة من بوتشرز بلوك. مع ان احنا متعودين نشرب شوربة العدس في الشتاء، لكن هي كمان في رمضان على اي سفرة بتدفلنا بطننا قبل ما نبتدي ناكل على الفطار. الأطباق اللي في المانيو ده هتخلي بجد سفرتكم مختلفة في رمضان. بالهنا والشفا، وكل سنة وانتوا طيبين.